لعبة البرنيطة. في اللعبة دي عندنا شوية أفكار ومواقف غريبة جدا مكتوبة ومحطوطة جوه البرنيطة دي، لا سحر ولا شعوذة. دلوقتي بقى أنا همد إيدي جوه البرنيطة، وكل ما أسحب ورقة اللعيبة اللي قدامي هيعملوا اللي مكتوب فيها. اتفضل. إزاي تلفت نظر بنت لأول مرة؟ مساء الخير يا باشا. واحد صاحبي جاء طلب فطيرة من شوية، وادها له 25 شارع ابو الفدا الزمالك الدور الثاني. على فكرة انا ما بلبسش شراب. نروح للي بعديه. أغرب حد تقابله وانت على جزيرة لوحدك. يا نهار اسود، الخليل كوميدي. لا لا. فريسكا 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 على الجزيرة لوحديني. ايه ده مدام فيفي حضرتك؟ يعني خمسة جزيرة خمسة موا حضرتك يعني. أول رد فعل لما تشوف زومبي في الشارع؟ أنت بتريل لي إيه القرف ده؟ زومبي. طب زومبي معايا العربية أحسن بقى. انا ابتديت اشوف حيوانات يا جدعان. تعال انا عارف انتوا بتحبوا تمصوا بالحته دي. تمام يا انتوا كتير بقى عسل، انتوا كده عسل بقى نضحك بقى. اهو العربيطة اهو اهو العربيطة اهو يا هبل. انت منين من الزومبية؟ انا اعرف الزومبية. يا جماعة يا جماعة تعالوا امسكوا زومبي، تعالوا امسكوا زومبي. زومبي لا ما تبصنيش ما تاكلنيش. يا ذكري. شكرا. اتفضلوا. الف شكر.